صباح الخير. احنا هنا في مزرعة النهاردة الاول 24/8/2021. 7000 فدان، 7000 فدان تصدير. المزرعة طبعا كبيرة جدا، فاحنا هنمشي ايه بالراحة كده ونمشي فيها واحدة واحدة. ده ليمون، دي جنينة ليمون اضاليا، السمر طبعا يعني مخضر فمش باين بورق بلون ورق الشجرة، فمش باين، لكن الشجرة بسم الله ما شاء الله محللة. يعني هو الليمون اهو باين، معرفش باين من هنا ولا لا. تمام. المهم المزرعة دي 7000 فدان تصدير، وطبعا الداتا بتاعتها كبيرة جدا، فاحنا هنديها باختصار دلوقتي، هندي مختصر ليها ونمشي على الجنين بتاعتها، ناخد نبذة من كل جنينة، هناخد نبذة من كل جنينة دلوقتي. بقى يا أستاذ أشرف دلوقتي قول لي كم فدان كله على بعضه المزروع؟ 2700 فدان شجر مثمر. تمام. اللي احنا المكان اللي الشجر اللي بتصوره ده دلوقتي، لا سيبك من اللي احنا بنصوره دلوقتي، هي ثواني يا استاذ اشرف، هي دلوقتي 2700 فدان شجر مثمر. تمام. و 2400 فدان بفتات، صح كده؟ تمام. كل 20 بفت، كل بفت بيروي 120 فدان. تمام. يبقى احنا كده معانا 2400 فدان بفتات محاصيل، و 2700 فدان شجر مثمر. ال 1900 فدان اللي فاضلين دولت ارض فاضيه لسه بتستثمر، يعني لسه بتستصلح. تمام. جاهز. لسه بتتجهز. المزرعه فيها 59 بير، وملوحه الميه من 300 ل 600 كل الابيار بتاعتها، وفيها محولات. فيها كم محول؟ فيها 60 محول كهرباء، كل بير عليه المحول بتاعه. المحولات بتختلف مع كبر وصغر الجناين، فالجنينه المحول من المحولات كلها من 100 كيلو ل 500 كيلو المحول، على حسب كل جنينه والبير بتاعها محمل على جنينه مساحتها قد ايه. دلوقتي احنا دلوقتي في ده ليمون، الجنينه اللي قدامنا دي ليمون اضاليا، اللي ورا دي ليمون بلدي، دي ده ليمون بلدي، واللي هي المنتج ده بلدي على الجزء اللي قدام ده ليمون. طيب قدام ده ليمون وده بلدي، ده برتقال بلدي. خلاص تمام ماشي، اتفضل يا استاذ اشرف. ماشي كمل بقى كده. ماشي كده نقطه عامه ليها. تمام ماشي اتفضل. الحوشه اللي احنا ماشيين فيها ده ليمون بلد صغير، ده واللي ده برتقال بلد صغير، برتقال بلدي الصغير. هو مبشر كله يعتبر، هو داخل في الموز يعني، بس بشايره قليل. بشايره قليل اهو اهو اهو، لسه مبش شجر مبش اهو. ادي الثمر اهو، هو الثمر بس عشان لونه اخضر فمش باين من الايه الزرع. تمام. يبقى ده البرتقال البلدي الحوشه دي اهو، زراعه زي الفل، تقسيم الشجر ممتاز. دي الحوشه بتاعه البرتقال البلدي. عمر الشجر ده سنتين ان شاء الله. نفس الكلام بعد الصوت، نفس الكلام بس ليمون. تمام. صغير برضه اللي احنا ماشيين فيه ده. كده برضه هنمشي نفس الزراعه برتقال ما شاء الله. كل ده لغايه اخر المشايه دي زي ما تشوف كده. ما شاء الله المساحه كبيره بتاعت الارض، فيعذرونا يعني الجو حر شويه. تمام. كل ده برتقال. يلا يا استاذ اشرف، يلا باشا، عايزين نصور الليمون بس يا ريس. صور الليمون. ايوه ماشي ماشي. تقفل الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا كنا في قطاع ليمون، ورجعنا رحنا قطاع تاني برضو ليمون اضاليا منتج.
انتاج ما شاء الله الله اكبر، دول حوالي 90 فدان كلهم لمون. لسه لسه داخلين اهو. بس ده بص لسه مشاير كله كله احجام صغيره اهو، كله اهو احجامه لسه صغيره. اتفضل. تمام اهو كل ده لمون يمين وشمال يا باشمهندس. يمين وشمال بص اقول لك حاجه، 90 فدان لغايه ما نعدي برضو الليمون الثاني اكتر من 90 فدان. يعني تمام. القطاع بس القطاع اللي احنا فيه ده 90 فدان كله ليمون. اضليه بص اهو محمل اهو ما شاء الله اكبر. معلش الشمس ضربه ولون الثمر لون الشجر والخضار الزرعي هنا جميل فمزغل للدنيا اهو. دي مجموعه قريبه اه الحوشه دي مجموعه اليومين اللي فاتوا دول، وده البشائر بقى الجديده الانتاج الجديد ان شاء الله اهو. شجر طبعا اكبر من اللي احنا كنا فيه ومجموعه اتجمع اليومين اللي فاتوا دول. لسه بدري لسه هتلاقي لسه ماشيين بدري اهو. لغاية الاخر كده بيبقى ليمون. كان جايب الاحجام اللي هناك دي طبعا اللي بتوصل الاحجام دي رجمها رجمها. شوف هنا بص الاحجام الكبيرة دي الجمع. كل بقى طبعا كل ده كل اللي جاي كل الجمع. حاجة طبعا جميلة بس طبعا الليمون لون الشجر لسه اهو اهو عشان كده مش باين. كل نفس ده نفس القطاع اللي احنا فيه اللي احنا ماشيين فيه اهو. ده مجموع برضو وادي الطرح تاني الجديد اه الطرح الجديد اهو محمل كل ده الطرح الجديد ده مجموع. فاللي موجود في الشجره ده يعني ايه بيتجمع الشجره وهي بتطلع طرح جديد. اللي راكد على الارض اللي راكد على الارض ملان ليمون كل ده صغير على الارض اهو تقيل وحجم الليمونه ما شاء الله الله اكبر بيبقى كبير اهو. جوه الشجره انت عديت بس انت معدي هنا. طب بص بص من تحت من حجم الشجره من تحت بص هتلاقي الليمون كل القطاع ده ليمون مجموع والشجر برضه محمل اللي هو الزرع الجديد اللي هيطلع في 10 و11 و12. انت برضه خد نظره عامه نظره عامه ناحيه كل ده ليمون كل ده ليمون اللي احنا داخلين فيه ده احنا كده ماشيين بالعرض. تمام ما شاء الله الله اكبر اهو مجموع نفس الكلام مجموع اهو وطارح صغير مجموع اهو وطارح يعني ليمون لحم في بعض اهو اهو جوه. تمام كل اللي احنا بنصوره ده كل اللي احنا بنصوره ده برضه عايز تجيب ده ليمون. احنا لسه جنب الاداره ده احنا لسه كل ده احنا جنب الاداره اهو. الجمالون ده ايه يا باشمهندس؟ ده المخازن والورشه. دي المخازن والورشه بتاعت الارض كلها. تمام تمام اهو احنا كل ده يا دوب صورنا الليمون وصورنا البرتقال البلدي ما شاء الله الله اكبر. كل ده برده اعمار مزرعه جميله لسه في الاعمار الكبيره هوديها لك ودي اعمار صغيره بالنسبه للشجر. بص اهو بص يا باشمهندس تعالى اهو بص يا باشمهندس بص يا استاذ اهو اهو ما شاء الله. لا حاجه ما شاء الله الله اكبر يعني حاجه متكلفه برضه. هو روح الزرع روح
وبتحتاج ليها احتياجاتها، بتديها احتياجات. دي على فكره، دي على فكره جايه برتقال غلطه. دي سره. اه برتقانيه ابو سره. دي من فضل دي تطعيمه، دي تطعيمه، دي جت برتقانيه ابو سره مزوغه مختفيه في وسط الليمون. هتروح فين؟ بس هتتقطع برضه. كل ده بص انت عشان تفتح الحجر من جوه، لو فتحت لك حجر الشجر من جوه ما شاء الله. بص انت داخل اهو، بس طبعا لسه صغير اهو، بس الليمون طبعا فيه اشوك فصعب التصوير يعني، اعذروني عشان تخش جوه. هو هو ما شاء الله لا يكون في عون اللي بيجمعه يعني. احنا كده في الحوشه بتاعت الليمون برضو التانية كده القطعه اللي احنا فيه دوت، لما الطرقه اللي جايه ديت ده النص بالظبط كده بالعرض كده لغايه الطرقه اللي جايه دي اللي احنا هنوصل لها، ده النص القطاع بالعرض، ولسه القطاع قدام اهو لسه لغايه الشجر اللي هناك كده. اللي احنا مشيناه كده اهو، نكمل كده كفايه كده يا باشمهندس في القطاع ده عشان نلحق نصور القطاعات التانيه. هنروح قطاع تاني ونكمل برضه. تمام. الامتداد لغايه انت طبعا بتعدي الحته العاليه ديت هناك على الامتداد اللي هناك، اللي هناك خالص. ده العمق، وبتعدي الحته العاليه دي كمان الامتداد خالص جوه خالص. دي الطرقه اللي في النص ما بين قطاع الليمون اللي احنا كنا مصوره وسط القطاع، وادي هو برضو الادار المخازن. تمام تمام. هنبتدي هنكمل الفيديو لما نروح لقطاع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده بقى نقلنا من قطاع ليمون، جينا على زراعات حديثه لبرتقان صيفي. الخط ده تين شوكي، مزروع تين شوكي معمول كانه سور. البرتقان ده لسه حديث الزراعه اهو. القطاع ده على فكره القطاع اللي احنا صورناه هناك، الليمون والبرتقان البلدي برضو كان فيه جزء صيفي. تمام، هي معلومه بس بنصحح الكلام. ما شاء الله اهو، واضح ان الحجم ما شاء الله عليه كويس، حجم الثمر اهو. كل الجزء ده صيفي، وادي اهي الاداره، اهي الاداره، اهي وادي المخازن اللي احنا صورناها الجمالون اللبني اهو. ده قطاع ده يعتبر كان فيه تطعيم كتير، البرتقان الصيفي ده يوسفي، وفي تطعيم ده يوسفي ده. يبقى ده برضه في وسط البرتقان الصيفي هنلاقي شجر يوسفي، وما شاء الله احمل تحميل ما شاء الله، الله اكبر عليه. جميل اهو، كل ده يوسفي كل الجزء ده يوسف. من زمان انت ماشي كده تعالى. كل الزراعات الحديثه هتلاقي فيها الحوشه دي، هتلاقي فيها يوسفي وهتلاقي فيها برتقال. دي الحوشه دي القطاع ده بتاع الزراعه، في يوسفي وفي برتقان صيفي جنب بعض مع بعض يعني. اهي دي برتقان، اهي صيفي، واللي جنبيها كانت يوسفي. اهي 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 حاجه ما شاء الله، الله اكبر. كل ده يوسفي، وكل اللي هناك ده يوسفي. تمام، يعني قطاع مشكل ما بين يوسفي وبرتقان صيفي. ما شاء الله اليوسفي محمل تحميل غير عادي ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك، الله اكبر، الله اكبر، ما شاء الله، الله اكبر. كل ده نفس الكلام، حاجه ما شاء الله، الله اكبر عليك. كل ده نفس الكلام اهو، كل القطاع ده كده انتاجه ما شاء الله، انتاجه جميل جدا، بس لسه هو طبعا ايه ما استواش. ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يبارك، الله اكبر، ما شاء الله، الله اكبر، جنه حاجه ما شاء الله، الله اكبر عليها. ومش شجره بقى ده، كذا في كل الشجر كده هو محمل تحميل جميل ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ويطع كل من كان. ده كل ده اهو، نيجي هنا بقى
الصيفي. هو شكل الصيفي مطر صيفي غيران من اليوسف غيران نفس الخط تكيد اهو. تمام تمام. ده القطعة ده قد ايه تقريبا؟ دول 60 فدان صيفي ويوسف ان شاء الله. الشجرة اهي ما شاء الله الله اكبر عليه. ده صيفي بطن صيفي. هتمشي برضه تعالى تلاقي مثلا ثلاث اربع شجرات يوسفي وبعدهم شجره برتقال كده. نرجع تاني يوسفي. نرجع تاني لليوسفي ما شاء الله الله اكبر. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله الله اكبر. ربنا يبارك. والله مش محتاج الشجره وباينه بس يمكن الخضار المجموع الخضري مغطي اهو. قرب لكم جامد ما شاء الله الله اكبر. حاجه جميله جدا. كل القطاع ده زي ما انت شايف ده قطاع كامل بتاع 60 فدان 60 فدان 20 جنب بعض. اه يوسفي وبرتقان صيفي. بص يعني يعتبر كله على نفس الوتيره اهو. اه ده ما شاء الله الله اكبر اهو. ده برتقان اهو. اه برتقان محمد كل جنبه بعد اهو. جميلة جدا اهي ما شاء الله الله اكبر. بعد كده يوسفي اهو. بعد كده برتقان ما شاء الله. شجر حديث. ده شجرة دي حديثة لسه مش نفس عمر اللي محمل قوي بس بالرغم من كده هي برضه محملة اهي. هي مبشرة بس محملة. ده صيف. كل القطاع ده عبارة عن 60 فدان مزريين ما بين يوسفي وبرتقان صيفي. نروح لقطاع تاني نبتدي نصور ليمون اهو لغاية الاخر كده اهو مزمومين عليه اهو. كل ده شجر ليمون. كل الليمون اللي في المزرعة ليمون اضاليا. هما شجرتين اللي طالعين بالغلط ليمون بلدي لان كل المزرعة متكودة تصدير وكل الانتاج بيروح لمحطة الفرز والتعبئة اللي تابعة المكان وبتفرز وتعبي هناك. حاجة ما شاء الله الله اكبر. حاجة جميلة اهو. قطعات زي الفل. مش عارف الهوا عشان قطعات لغاية الاخر اهو. حاجة جميلة ما شاء الله الله اكبر اهو لغاية الاخر. ولما بتعدي التب كل ده ليمون وده ليمون ما شاء الله الله اكبر. حاجة جميلة. ضلع القطاع اللي كنا فيه وضع قطاع الليمون اللي احنا نقلناه. ليمون اضاليا كل المزرعة ليمون اضاليا. كل الشجر المثمر في المزرعة تصدير. كل الشجر المثمر في المزرعة تصدير. نروح قطاع تاني ونبتدي نكمل الفيديو.